يعطيك العافية. خلينا نأخذ الجزء الأخير من درس تطبيقات القيم القصوى. بحكي لي معتمدا على الشكل الرباعي، جد قياس الزاوية ها، في عندي هاي الزاوية ها هي زاوية مجهولة، إذن ها عبارة عن زاوية مجهولة بدو إياها. طيب، التي تجعل مساحة الشكل الرباعي أكبر ما يمكن. لاحظوا بالسؤال طالب مني مساحة الشكل الرباعي. هسا الشكل الرباعي اللي معطيني إياه عبارة عن مثلثين جنب بعض، عندي المثلث على اليمين وعندي مثلث على اليسار، يعني بمعنى بدي أطلع مساحة المثلث الأول وبدي أطلع مساحة المثلث الثاني. طبعا زي ما بتعرفوا أنه مساحة المثلث له قانونين، إذا كان عندي ضلعين معلومات وزاوية محصورة بينهما بستخدم قانون الجيب اللي هو مساحة المثلث اللي فيه زاوية اللي هو نص ضرب طول الضلع الأول في طول الضلع الثاني في جيب الزاوية المحصورة بينهما. عندي هذا الضلع الثاني اللي هو معطيني إياه، عندي هون القاعدة وعندي ارتفاع، فبإمكاني أستخدم قانون نص في طول القاعدة في الارتفاع. طيب خلينا أول إشي على مساحة المثلث الأول. مساحة المثلث الأول حكينا بما إنه هذا المثلث في طولي ضلعين معلومات وفي عندي زاوية محصورة بينهما، فباجي بحكي قانون اللي هو نص ضرب طول الضلع الأول اللي هو 1 سنتي ضرب طول الضلع الثاني اللي هو 2 سنتي في جيب الزاوية المحصورة بينهما اللي هي الزاوية ها، طبعا مجهولة بده إياها بالسؤال. طبعا الاثنين مع الاثنين بتروح، فعندي بصير مساحة الأولى للمثلث اللي هي جيب ها. فهيك يا أستاذ بكون أنت طلعت مساحة المثلث اللي هو موجود على اليمين. خلينا على المثلث الثاني، عندي هون القاعدة اللي هي دال جيم وعندي الارتفاع اللي هو با جيم بيساوي بعض، يعني حكالي المثلث متطابق الضلعين، متطابق الضلعين. هسا القاعدة مش معطيني قد ايه طولها اللي هي دال جيم، فأنا باجي بسميها صاد. هسا بما إنه القاعدة صاد والارتفاع كمان بيساويها فأكيد بدي أسميه صاد، يعني نفس التسمية. طيب شو القانون اللي نستخدمه؟ باجي بحكي له مساحة المثلث الثاني يساوي نص ضرب طول القاعدة، القاعدة قد ايه طولها احنا سميناها صاد والارتفاع كمان عبارة عن صاد، فيعني نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع، يعني بمعنى مساحة المثلث الثاني اللي هو نص صاد تربيع. فهيك يا أستاذ بكون أنت كونت علاقة لمساحة المثلث الثاني. هسا هو بده مساحة الشكل الرباعي كامل، يعني العلاقة الرئيسية اللي راح نستخدمها اللي هي مساحة الشكل الرباعي وتمثل مساحة المثلث الأول اللي هو جيبها زائد مساحة المثلث الثاني اللي هو نص صاد تربيع. إذن يا أستاذ هاي العلاقة هي العلاقة الرئيسية اللي راح نشتغل عليها اللي هي مساحة الشكل الرباعي. بس لاحظوا هون العلاقة الرئيسية فيها مجهولين، عندي هاء مجهول بالسؤال وعندي صاد مجهول، وحكينا لازم العلاقة الرئيسية تكون بدلالة رمز واحد مشان أقدر أشتقها وأصفر المشتقة تبعيتها. فهون لازم نتخلص يا من هاء يا من صاد. هسا بما إنه بالسؤال طالب مني قيمة هاء اللي هي الزاوية، فهون أنا لازم أتخلص من الصاد تربيع. إذن يجب التخلص من الصاد تربيع، وهي فكرة السؤال إنك تتخلص من الصاد تربيع. شوفوا كيف، لو رجعنا للشكل، هذا الشكل عبارة عن مثلث، الضلع المتقطع هذا عبارة عن ضلع مجهول مش معطيني طوله، خلينا نسميه لام. إذا لام عبارة عن ضلع مجهول في مثلث معروف فيه طولي ضلعين وزاوية محصورة بينهما، فبقدر للمثلث هذا أستخدم قانون الجتا، قانون الجتا. طبعا هذا القانون حكينا عنه في درس المعدلات المرتبطة بالزمن، حكينا بنستخدم قانون الجتا لما يكون عندي ضلع في مثلث مجهول وهذا المثلث في عندي طولي ضلعين معلومات وزاوية محصورة بينهما. أخذنا زيه مثال في المعدلات لما قال لي سفينتين بنطلقوا من نفس الميناء، استخدمنا هذا القانون نفسه. طيب قانون الجتا نذكركم فيه، نحكي عبارة عن لام تربيع تساوي الضلع الأول تربيع، الضلع الأول اللي هو 1
تربيع اللي هو واحد بضل زائد الضلع الثاني اللي هو طوله اثنين تربيعه اللي هو أربعة ناقص اثنين في الأول اللي هو واحد في الثاني اللي هو اثنين في جتا الزاوية المحصورة بينهما. إذا هذا يا شباب قانون الجتا. خلينا نضبط المعادلة. طيب بصير عندي خمسة ناقص أربعة جتها. طيب لحد الآن أنا أصلاً يعني مش راح أقدر أخلص من الصاد تربيع زي ما حكينا، مش أنه أنا أصلاً فوتت حالي رمز جديد اللي هو لام، فهنا أنا بدي أضطر أكون كمان علاقة مشان نخلص من لام. هسه شوفوا كيف المثلث اللي على اليسار عبارة عن مثلث قائم الزاوية، عندي هذا الضلع اللي تحت صاد والارتفاع قلنا صاد والوتر اللي هو لام، فبإمكاني أستخدم نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس شو بتقول لي؟ الوتر تربيع يعني بحكي له لام تربيع تساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع، فبصير عندي اثنين صاد تربيع. طب شو استفدت يا أستاذ؟ هون صار عندي لام تربيع وهون صار عندي لام تربيع، فأنا بقدر أساوي العلاقتين ببعض، يعني بقدر أقول خمسة ناقص أربعة جتها تساوي اثنين صاد تربيع. إذا خمسة ناقص أربعة جتها تساوي اثنين صاد تربيع. خلينا نخلي صاد تربيع موضوع القانون، اقسموه لي على اثنين، فبصير عندي صاد تربيع يساوي خمسة ناقص أربعة جتها الكل على اثنين، وهذا اللي بدنا إياه يا أستاذ. إذا إحنا بدنا أصلا بالعلاقة الرئيسية اللي كوناها نخلص من الصاد تربيع، ما بدي صاد تربيع. فشو صارت عندي ميم تساوي؟ ميم تساوي جيب هاء زائد نص ضرب الصاد تربيع. يا أستاذ شو العلاقة اللي كوناها؟ اللي هي عبارة عن خمسة ناقص أربعة جتها الكل على اثنين. طيب خلينا نرتب هاي العلاقة، فبتصير عندي ميم تساوي جيب هاء زائد اضرب لي نص في القيمة هاي، الاثنين في اثنين بنضربهم، فبصير عندي خمسة ناقص أربعة جتها الكل على أربعة. لاحظوا هنا صار عندي العلاقة الرئيسية بدلالة رمز واحد اللي هو هاء. طبعا هسه بقدر أشتق وأصفر المشتق. طبعا قبل ما أشتق بإمكاني أوزع كمان الأربعة على البسط، فبتصير عندي ميم تساوي جيب هاء زائد وزع، بصير عندي خمسة على أربعة، وعندي أربعة مع أربعة بتروح بصفي معي جتها. هسا هاي العلاقة يا أستاذ بدي أشتقها وبعدين أساوي المشتقة بالصفر زي ما تعلمنا في الدرس هذا. خلينا نشتق. مشتقة الميم ميم فتحة تساوي مشتقة الجيب اللي هي جتها، عندي الثابت خمسة أربعة بروح لما نشتق، ومشتقة الجتا سالب جيب وفي سالب قدامه بصير عندي زائد جيبها. إذا اشتقينا بعد الاشتقاق بشيل المشتقة وبحط مكانها صفر، فبصير عندي جتها زائد جيبها. طيب خلينا ننقل الجيب على الطرف اليمين، بصير عندي سالب جيبها يساوي جتها. طيب خلينا نقسم الطرفين على الجتا، يعني باجي بحكي الطرفين تقسيم جتها. شو بصير عندي؟ سالب جيبها على جتها بصير عندي سالب ظلها، وعندي جتا على جتا بعطيني واحد، اضرب بسالب فبصير عندي ظلها تساوي سالب واحد. طبعا هون انا مرقت عليه طبعا هاي في درس اللي هو درس معدل التغير، كنا نسأل حالنا شو هي الزاوية اللي ظلها سالب واحد، ما هي الزاوية اللي ظلها سالب واحد؟ طبعا الزاوية اللي لازم نختارها في السؤال هذا لازم تكون زاوية أقل من 180. ليش؟ مش أنه ها عبارة عن زاوية وين واقعة؟ في مثلث، وإحنا بنعرف أنه مجموع زوايا المثلث 180، فأكيد ها بتكون زاوية أقل من 180. فشو الزاوية اللي ظلها سالب واحد؟ اللي هي 135. لو بدنا نكتبها بالتقدير الدائري اللي هي 3 باي على 4. إذا الزاوية اللي ظلها سالب واحد 3 باي على 4. فبالسؤال قال لي جد قياس الزاوية هاي أنا أوجدناها، ضايل آخر إشي بس شو بحكي لي؟ نثبت له كلمة أكبر ما يمكن. لاحظوا في عندي كلمة أكبر ما يمكن، حكينا إذا قرأنا أكبر ما يمكن بكون في عندي قيمة عظمى بالسؤال.
طبعا كيف بنحدد القيمة العظمى؟ بنستخدم اختبار المشتقة الأولى، نيجي بنحط قيمة هاء اللي طلعت معي اللي هي 135 درجة، هون بكون عندي موجب وهون بكون عندي سالب، هيك بكون تزايد وهيك تناقص. فباجي بحكي له عند هاء تساوي 135 درجة يوجد قيمة عظمى محلية لتجعل مساحة الشكل الرباعي أكبر ما يمكن، لتجعل المساحة للشكل الرباعي أكبر ما يمكن، وهيك بكون سؤال انتهى. فهذا السؤال قوي جدا، مشانه استخدمنا فيه قانونين لمساحة المثلث، واستخدمنا فيه قانون الجتا، واستخدمنا فيه نظرية فيثاغورس. فهذا السؤال يحتوي على أربع قوانين. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، طبعا كمان سؤال موجود بالكتاب، كتاب القديم والكتاب الجديد، يعني سؤال قديم جدا. شو بحكي لي؟ بحكي لي في عندي النقطة ألف اللي هي 0.20، وعندي النقطة باء 0.5، هذول نقطتين ثابتتين. بحكي لي جيم نقطة تتحرك على محور السينات الموجب، جد بعد النقطة جيم عن نقطة الأصل ليكون قياس الزاوية ألف جيم باء أكبر ما يمكن. طبعا سؤال زي هذا ما بقدر أحله بالمرة إلا لما أرسم مستوى ديكارتي، فخلينا نرسم المستوى الديكارتي ونعين عليه النقاط ونقدر نحل السؤال. طيب نبدأ من البداية، حكالي النقطة ألف اللي هي 0.20، طبعا هاي النقطة واقعة على محور الصادات، شنو سيناتها شو بتساوي؟ صفر. فهي النقطة ألف اللي هي عبارة عن 0.20، وعندي النقطة باء كمان، برضو كمان نقطة واقعة على محور الصادات، برضو كمان سيناتها صفر. هاي عندي هنا النقطة باء اللي هي 0.5. هسه قبل ما أكمل السؤال، شو بقدر من خلال هاي النقاط أستنتج؟ عندي هنا طبعا نقطة الأصل اللي هي 0.0. طيب يا أستاذ، إحنا مشينا من 0 لـ5، فالمسافة بين نقطة الأصل وبين باء 5 درجات، هاي معلومة لازم نعرفها. ومشيت من 0 لـ20، يعني المسافة من نقطة الأصل لألف 20 درجة، يعني هذا الخط كله عبارة عن 20 درجة، فالمسافة بين باء لألف صارت 15. إذن هاي كلها معلومات أنا بقدر أحددها قبل ما أكمل السؤال، هاي كلها شغلات واضحة ومبينة معي من خلال الرسم. طيب شو بحكي لي؟ بقول لي جيم عبارة عن نقطة تتحرك على محور السينات الموجب، هاي عندي هذا محور السينات الموجب، وفي عندي نقطة جيم قاعدة بتتحرك على هاي على هذا المحور. لنفرض إنه النقطة جيم هون كان مكانها على محور السينات الموجب، شو بحكي لي؟ جد بعد النقطة جيم عن نقطة الأصل، إذن بده البعد بين جيم وبين نقطة الأصل، يعني بده طول هذا الخط الواصل بيناتهم. طبعا أنا ما بعرف طوله، فخلينا نسميه سين صاد لام اللي بدك إياه. طيب شو بحكي له؟ ليكون قياس الزاوية ألف جيم باء، لما يحكي لي زاوية ويعطيني 3 أحرف بدنا نوصل بيناتهم بخطوط، كيف؟ حكالي روح بخط من ألف إلى جيم بعدين إلى باء، إذن هو قصده الزاوية هاي، خلينا نسميها. إذن طالب مني عن نقطة الأصل ليكون قياس الزاوية ألف جيم باء أكبر ما يمكن. حكينا ألف جيم باء، بوصل خط بين ألف لجيم ومن جيم لوين؟ إلى باء. هسا عند الزاوية هاء، هاي زاوية واقعة في مثلث اللي هو باء جيم ألف، وهذا المثلث مش قائم الزاوية، فهاي عندي مشكلة كبيرة إنه يعطيني زاوية في مثلث مش قائم. فهون المشكلة إنه لا بقدر أستخدم قانون الجيب ولا قانون جتا ولا قانون ظل، مشانه هاي كلها نسب بس بقدر أستخدمها في المثلث القائم. إذا مشكلتي في السؤال الزاوية اللي جاب سيرتها وين موجودة؟ في مثلث مش قائم الزاوية اللي هو ألف جيم باء. فهنا أنا مش راح أقدر أكون علاقة بين هاء وسين، يعني أنا بدي أكون علاقة بين هاء وبين سين اللي هي المطلوبة بالسؤال.
فحكينا هاي المشكلة اللي راح تواجهني إنها في مثلث مش قائم الزاوية. فهنا يا أستاذ بدي أضطر ألجأ للزاوية اللي جنبها وأسميها هاء واحد، ومضطر كمان ألجأ للزاوية كاملة الكبيرة هاي اللي هي عبارة عن هاء اثنين. إذن هون أنا لجأت للزاوية اللي جنبها هاي هاء اللي جنبها سميناها هاء واحد، هاء واحد في مثلث قائم ثقة. ولجأت كمان للزاوية الكبيرة، كمان الزاوية الكبيرة اللي هي سميناها هاء اثنين برضو كمان في مثلث قائم ثقة. فهنا بإمكاني أستخدم قوانين جيب وجت وظل. طيب خلينا نشوف شو يعني. هسا لو مسكت هاء اثنين هاي الكبيرة وطرحت منها هاء واحد، شو بطلع معي الجواب؟ هاء. يعني باجي بقول له هاء تساوي هاء اثنين ناقص هاء واحد. واضح الحكي منطق. نعيد، هاي الزاوية الكبيرة سميناها هاء اثنين، لو مسكت هاء اثنين وطرحت منها هاء واحد، شو بطلع معي الجواب؟ هاء. طيب يا أستاذ، هسا هون لاحظوا الوتر اللي هو ألف جيم مش جايب لي ولا معلومة عنه، فأنا هون ما بقدر أستخدم لا قانون الجيب ولا قانون الجتا، عشان الجيب المقابل على الوتر والوتر ما في معلومات عنه، والجتا اللي هو المجاور على الوتر كمان ما في معلومات. فهون أنا مضطر أستخدم قانون الظل، مشان لو إجيت مثلا قلت لك بدي ظل هاء واحد، الظل اللي هو المقابل خمسة على المجاور اللي هو سين، ولو طلبت منك ظل الزاوية الكبيرة اللي هي هاء اثنين، باجي بقول له المقابل اللي هو طوله كامل عشرين على المجاور اللي هو سين. فأنا هون ما إلي مصلحة إلا أستخدم قانون الظل، فباجي شو بساوي؟ باخذ ظل للطرفين. إذن باخذ ظل للطرفين. هسا عندي ظل هاء هاي استحالة أقدر أحسبها، فهاي راح تظلها تنزل دائما نفس ما هي، مش إنه حكينا هاء عبارة عن زاوية في مثلث مش قائم، فكيف تطلع الظل؟ بمعنى هاي يا أستاذ راح تظلها تنزل زي ما هي اللي هي ظل هاء. طيب هون في عندي متطابقة، ظل هاء اثنين ناقص هاء واحد عبارة عن متطابقة. شو حكينا المتطابقة؟ حكينا بالبسط بكون إلها نفس الإشارة، يعني هون سالب فوق بكون عندي سالب، تحت بكون عندي عكس الإشارة يعني موجب. طب شو المتطابقة بتحكيني؟ بتقول لي ظل الزاوية هاء اثنين يعني ظل هاء اثنين ناقص ظل هاء واحد على واحد زائد ظل هاء اثنين ضرب ظل هاء واحد. هاي عبارة عن متطابقة، والسؤال ما بقدر ينحل إلا لما تستخدم هاي المتطابقة. شوف كيف السؤال دي ينحل معي. طبعا زي ما حكينا ظل هاء هاي راح تظلها تنزل ما إلي فيها. هون بقدر أحسب هذول ظل هاء اثنين وظل هاء واحد. خلينا أول شيء ظل هاء اثنين. هاء اثنين عبارة عن الزاوية الكبيرة. هسا شو الظل؟ الظل عبارة عن المقابل كامل، المقابل لهاء اثنين قدي طوله؟ عشرين، على المجاور اللي هو عبارة عن سين، فبصير عندي عشرين على سين ناقص ظل هاء واحد. هاء واحد اللي هي الزاوية الصغيرة هاي، طبعا هاء واحد المقابل إلها قدي طوله؟ خمسة، والمجاور سين، فبصير عندي ناقص خمسة على سين على واحد زائد بضرب هذول ببعض، يعني باجي بحكي عشرين على سين ضرب خمسة على سين. طيب خلينا نرتب المعادلة، ظل هاء بتضلها تنزل، وأنا بإمكاني أطرح عشرين ناقص خمسة اللي هي خمستاعش على سين، وعندي تحت واحد زائد هذول بإمكاني أضربهم كمان، عشرين في خمسة بعطيني مية، وعندي سين ضرب سين بعطيني سين تربيع. طبعا في تحت توحيد مقامات بضرب بسين تربيع، فبصير عندي ظل هاء تساوي عندي فوق 15 على سين، وعندي تحت سين تربيع زائد 100 بتظلها زي ما هي على المقام اللي هو بعد ما وحدنا سين تربيع. طبعا يا أستاذ بإمكانك تختصر مقام مع مقام في قسمة الكسور، يعني عندي السين مع التربيع بتروح، حط مكانها واحد، يلا البعيد بالبعيد والقريب بالقريب، فبصير عندي ظل هاء تساوي، خلينا نضرب الابعاد، عندي 15 ضرب سين
اللي هي 15 سين، وعندي هنا واحد في سين تربيع زائد 100، بضل عندي سين تربيع زائد 100. فهيك يا أستاذ أنا كونت علاقة، هاي العلاقة فيها رمزين هاء وسين. طبعا هنا أنا إذا بدي أشتق لازم أشتق اشتقاق ضمني، عشان هاي المعادلة تحتوي على رمزين. هون المشكلة إنه هاء مش موضوع القانون، يعني حاط لي ظلها. هسا إحنا كل الأسئلة اللي كنا نأخذها قبل كانت عبارة عن رمزين بس يكون في رمز منهم موضوع القانون، فكنا نشتق يا أستاذ بسرعة، ما كان في عندي مشكلة. هون المشكلة عندي إنه المعادلة بدلالة رمزين، وهون عندي الرمز هاء مش موضوع القانون، فبدي أضطر أشتق اشتقاق ضمني. طبعا لما كنا نشتق ضمني إحنا في الوحدة الثانية كنا كل ما نشتق صاد نحط دال صاد على دال سين، هنا كل ما تشتقها حط دال هاء على دال سين. يعني كيف؟ لو بدي أشتق ظل الهاء، مشتقة الظل شو بعطيني؟ قاطع تربيع الهاء. طبعا مشان اشتقاق ضمني بحط دال هاء على دال سين، أو بحط هاء فتحة زي ما بدكم. طيب هسا هنا بدي أشتق على قاعدة حاصل قسمة اقترانين. شو القاعدة بتقول لي؟ المقام كما هو ضرب مشتقة البسط، مشتقة الخمسطاعش سين اللي هي 15، ناقص البسط كما هو اللي هو 15 سين، ضرب مشتقة المقام اللي هو 2 سين على المقام تربيع، سين تربيع زائد 100 الكل تربيع. إذا اتذكروا هون استخدمنا قاعدة قسمة اقترانين. طيب خلينا نرتب المعادلة أكثر. طبعا قبل ما أرتب إحنا حكينا بعد ما نشتق شو منحط مكان المشتقة في الدرس هذا؟ منحط مكان المشتقة صفر، فمكان دال هاء على دال سين شو بدي أحط؟ صفر. فعندي الصفر بضرب القاطع تربيع بروحه، فشو بصفي معي؟ صفر يساوي، خلينا أرتب فوق هسا هاي الخمسطاعش، خلينا ندخلها على الأول وعلى الثاني، بصير عندي 15 سين تربيع زائد 100 بخمسطاعش اللي هي بصير عندي 1500. طيب هون عندي سالب 15 سين في 2 سين اللي هي بصير عندي 30 سين تربيع، والمقام بنزل زي ما هو. طبعا هون نضرب ضرب تبادلي، صفر بتضرب لي هذا المقام كله بروح، بضل معي 15 سين تربيع زائد 1500 ناقص 30 سين تربيع. طبعا 15 سين تربيع ناقص 30 سين تربيع يعني سالب 15 سين تربيع زائد 1500. خلينا ننقل السالب 15 سين تربيع يساوي 1500. طيب نقسم على 15، فعندي سين تربيع 1500 على 15 بساوي معي الجواب 100. باخذ جذر للطرفين، طبعا ما بناخذ الا الجواب الموجب، عشان سين عبارة عن مسافة، حكينا سين عبارة عن المسافة بين النقطة جيم وبين نقطة الأصل، فدائما المسافة او البعد دائما قيمتها بالموجب، فسين فعلا قيمتها 10. طيب خلينا نرجع للسؤال، شو قال لي بالسؤال؟ جد بعد النقطة جيم عن نقطة الأصل، هنا يا استاذ اوجدناها. حكالي ليكون قياس الزاوية أكبر ما يمكن، كلمة أكبر ما يمكن يعني في قيمة عظمى بالسؤال، فباجي بحط خط الأعداد، بحط قيمة سين اللي هي 10، وهنا عندي موجب وهنا عندي سالب، فباجي شو بحكي له؟ يوجد قيمة عظمى محلية عند سين تساوي 10 لتجعل هاء أكبر ما يمكن. كيف يا أستاذ أكبر ما يمكن؟ إذا كانت سين قيمتها 10 بتكون الزاوية هاء في أعلى قيمة لها، وهيك بكون إحنا أثبتنا له كلمة أكبر ما يمكن، ويعطيكم ألف عافية.